ضمن أنشطة الحملة الزراعية للعام 2018-2019، وتشجيعا للمبادرات الشبابية ومساهمتهم في السعي لتوفير الأمن الغذائي والتغذية بالبلاد. جاءت زيارة وزيرة الإنتاج والري والمعدات الزراعية لديبيا سمدة إلى مزرعة أجريفير بمركز إداري لينيا، حيث تختص هذه المزرعة في إنتاج مختلف في أنواع الغلال والخضروات والبقوليات إلى جانب تربية الأسماك، وقسم خاص بالأشجار المثمرة لإنتاج الفواكه في المستقبل. عندنا هسه 4 سنوات من بدينا، وهسه حاليا تشوف هسه الشجر خلاص بدأ بنتج يعني. وهسه حاليا عندنا تقريبا 30 هكتار سوينا الخل الأمر، سوينا الخل الدخن، وسوينا مصر. نتمنى كي يعني ننتاجه، كان ما عندنا صعوبات بالنسبة للحشرات ده، إن شاء الله نعم نقدر نلقوا 15-20 طن. وبعد ده يعني البرنامج الثاني، البرنامج المهم هو البرنامج بتاع السمك، يعني ده كله يعني من سنة 2019، يعني نبر يعني أمل جيد بالنسبة للسمك. كما أكد المدير العام لتعاونية أجريفير مبارك أبكر بأن الهدف من إنشاء هذه المزرعة هو المساهمة في دفع عجلة التنمية بالبلاد عبر الزراعة التي تعتبر الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، وكذا استجابة لنداء رئيس الجمهورية الذي حث المواطنين على الاهتمام بالزراعة. كما أشادت الوزيرة بهذه الخطوة ووصفتها بالإيجابية، وطلب من الشباب التشادي الطموح أن يحزوا حظو أعضاء تعاونية أجريفير من أجل مكافحة البطالة وتحقيق الرفاهية للشباب. هذا وفي سياق متصل، فقد تفقدت الوزيرة مزرعة بريليوم، وهي عبارة عن مركز للتدريب وتقوية الكفاءات في مجال الزراعة وفنون إنتاج الفواكه بطريقة حديثة ومعاصرة.